وإلى الأخبار المحلية. أعلن نادي وادي دجلة توصله لاتفاق مع نظيره الإنتاج الحربي على التعاقد مع عمرو السعيد هداف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية. ومن المقرر أن يعقد مسؤول الناديين خلال الساعات القليلة المقبلة جلسة لتوقيع العقود بحضور اللاعب الذي أبدى موافقة على عرض الدجلاوي. أرسل الاتحاد كرة القدم خطابا رسميا إلى نظيره النيجيري يطلب فيه إقامة مباراتين وديتين بين منتخبي الشباب في البلدين في الفترة من 20 حتى 26 شهر مارس المقبل في العاصمة النيجيرية أبوجا. وكان اتحاد كرة القدم قد قرر إلغاء دورة منتخب الشباب مواليد 99 والتي كان مقررا استضافتها بالقاهرة في شهر مارس المقبل بمشاركة أكثر من منتخب أفريقي. سدد اتحاد كرة القدم 125 ألف أورو إلى الشركة المنظمة للمباراة الودية التي يخوضها المنتخب الوطني أمام البرتغال والمقرر لها يوم 23 من شهر مارس المقبل في سويسرا في إطار الاستعداد لخوض نهائيات مونديال روسيا عام 2018. وكانت الشركة قد اشترطت الحصول على 250 ألف أورو من المنتخب الوطني نظير التنازل عن حقوق بث المباراة لاتحاد الكرة المصري والشركة الراعية للجبلية. وتم الاتفاق على تقسيم المبلغ وتم إرسال الدفعة الأولى بالفعل وقدرها 125 ألف يورو.